يغرم الصغار أو حتى الكبار بالألعاب الإلكترونية أو كمبيوتر جيمز، والتي تختلف أنواعها. ماينكرافت لعبة تستخدم في جهاز الكمبيوتر حازت على إعجاب الكثير من المستخدمين حول العالم، واشتهرت لاحتوائها على العديد من المزايا كبناء المنازل واللعب الجماعي والقتال مع الوحوش، مع توفر خاصية المحادثات أو التشاتينج مع اللاعبين حول العالم أثناء اللعب، مما يجعل هذا النوع من الألعاب مرتعا للأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون المراهقين أو الأطفال الذين يلعبونها. آدم إسحاق حكم عليه بالسجن من محكمة بريطانية لمدة 2 عام و8 أشهر بتهمة استدراج أطفال عبر الإنترنت من خلال لعبة ماينكرافت الإلكترونية بغرض الاستغلال الجنسي، بعد ثبوت تهمة محاولة ابتزاز طفلين جنسيا بين سن 12 و14. ومن هذا المنطلق ندعو الآباء أن يفهموا التكنولوجيا الحديثة للهواتف الذكية التي يستخدمها أطفالهم، وما الذي يفعلونه أثناء تصفحهم للإنترنت لحمايتهم من الأخطار المتعلقة بتصفح المواقع وتوعيتهم لحماية أنفسهم.